مباركة مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب كيريا لايسون من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب كيريا أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس من عديد السيد والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب إلى من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم وموازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب من أجل هذا الدير المقدس وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب يا رب ارحم من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب كيريا اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين بارك يا نفس الرب ويا جميع ما في باطني اسمه القدوس في شفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناتي
Despres vias este o tocus o tersos animas Arabu haya fi samai arjahu Wa mamlakatu tasudu ala aljamim Bishafati walidati lila ya mukhalis Mukhalisna Bariku rabba ya jamia amalihi في كل موضع زيادة في كل موضع من موضع زيادته يسبس في استطاعتك وساتر صنماس المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين أمين بشفاعة وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وأخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتي يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الدائرين آمين سبحي يا نفسي يا رب أسبح رب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموال لنرتل لك معينه واتكاله على ربي إلهي صوصني مع سيادته وأنا استاسك نكرون صارم داسي هللويا الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرتل لك هللويا يملك الرب إلى الأبد إلهك يا سيئون إلى جيل فجيل صوصني مع سياثة وأنا استاسك نكرون صار داسي هللويا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مات لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتي بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر
وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر في السماوات طغمات وجنود ملائكة ورؤساء ملائكة لخدمة مجدك اجعل دخولنا مقرونا بدخول ملائكة قديسين يشاركون في الخدمة وفي تمجيد صلاحك لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Ευλογημένη Ιησούς τον Αγίον σου πάντοτε νύτε αείτες του Θεού νοστομένων ημών. المجد لتدبيرك يا محب البشر وحدك حكمة فلنستقيم δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστόν σώσον ημάς ιε Θεού ο Αναστάσεις σε νεκρόν ψαλώντας η Αλληλούια σαν ημάς ιε Θεό ο Αναστάς εκ νεκρόν ψαλώντας η Αλληλούια. إن الحجر لما ختم من اليهود وجسدك الطاهر حفظ من الجن قمت في اليوم الثالث أيها المخلص مانحاً العالم الحياة لأجل ذلك قوة السماوات هتف إليك يا واهب الحياة المجد لقيامتك أيها المسيح المجد لملكك المجد لتدبيرك يا محب البشر وحدك من الله استنرت بنعمة الصليب إذا ظهرت للتوبة كمصباح مضيء فتركت ظلمة الأهواء القاتمة يا مريم البارة إذا قد ظهرت كملاك لزوس ما في البرية فتشفعي معه دوما لأن تخلص نفوسنا. إن أيقونتك المقدسة أيتها العذراء الطاهرة الوسيطة لخلاصنا هي كنز في كنيسة القديس نكتاريوس رئيسك هنات المسيح وملجأ أمينا تنعم بالمواهب على كل المؤمنين في كل يوم لهذا نسبحك بغير انقطاع يا رسول الله.
أظهرت قد أظهرت شجاعة في النسك والجهادات آياني كفرس الأبرس فأذهلت الملائكة لأنك احتملت التعذيبات وصرت كأيوب آخر فمجدت الله الذي كلا لك بمجد غنى المعجزات افرح دليل المتوحدين افرح مصباح النور الباهي افرح سرور الطيب دافقا من بقاياك الطاهرة لقد ظهرت أيها الحكيم خار لمبس مثل عمود لكنيسة المسيح غير متزعزع ومصباحا للمسكونة دائما الإنارة وتلالت في العالم بواسطة الاستشهاد فزلت ظلمة العبادة الوثنية أيها المبعوث فلذلك تشفع بدلة إلى المسيح في خلاصنا قد أظهرتك نعمة المعزي قديسا جديدا في أوقات الاضطهاد والضيق للأمراض طبيبا وشافيا وللنفوس رايا ومرشدا فيا أيها الأب البار لوقا يا مثال المتزوجين والمتوحدين تشفع إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا هلموا أيها المؤمنون نكرم نكتاريوس المولود في سلبريا ورايا تأيينا منظر في الأزمنة الأخيرة ومحب الفضيلة الأصيل بما أنه خادم المسيح الإله إذ يبع الأشفياء في كل الأحوال للصارخين إليه بإيمان المجد للمسيح الذي مجد المجد لمن جعلك عجائبيا المجد للصانع بك الأشفياء للجميع إني أنا مدينتك يا والدة الإله أكتب لك راية الغلبة يا جندي لكن بما أن لك العز الذي لا تحارى عطيقنا من أصناف الشهر نطلب كرياليسون لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس
الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسبح السرافين بأصوات ثلاثية التقديس ويمجده الشروبين وتجد له جميع القوات السماوية، يا من أخرج كل الأشياء من العدم إلى الوجود وخلق الإنسان على صورته ومثاله وزينه بجميع مواهبه، يا من يمنح للطالب حكمة وفهما ولا يهم للذين يخطئون، من وضع توبة للخلاص وقد أهل نحن عبيده الأدلاء غير المستحقين أن نقف في هذه الساعة أيضا أمام نجم مذبحه المقدس وأن نقدم له السجود والتمجيد المتوجب له. أنت أيها السيد تقبل من أفواهنا أيضا نحن الخطأ تسبيح المثلث التقديس، افتقدنا بصلاحك واغفر لنا كل ذنوبنا الطوعية والكرهية، قدس نفوسنا وأسارنا، نحن نعبدك بالبر كل أيام حياتنا بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإياك نمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أمين. السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك غرستها إلى سنين عديدة يا Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε
και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. السماء يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحها التي يمينك جرستها. يا رب خلص المؤمنين كيري يسون سون توسى سفينة توسى سفينة يا رب خلص المؤمنين يا رب الحسن العبادة يا رب خلص الحسن العبادة واستجب لنا واستجب لنا الأب الأقدس الطوباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين وسوريا العربية وعبر الأردن وقال الجليل وصهيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة. Θεοφίλου του Μακαρίωτα του Θείωτα του τε και Παναγίωτα του Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης
Sirias Aravias perantu Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα έτη. Θεόφιλος الأب الأقدس الطباوي والجزيل الاحترام بطريرك المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقنا الجليل وسيئون المقدسة أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدة كريستوفوروس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كرياكوبوليس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدة كريستوفاروس الأب الأقدس الطباوي والجزيل الاحترام المقام من الله رئيس ساقفة على مدينة كرياكوبوليوس المقدسة المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على سائر الأردن أبونا وراعينا لتكن سنوه عديدا صلوا أوفوا الرب إلهنا فلنصغي الله معروف في أرض يهودا حكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين حكمة فلنصغي يا إخوة إن المسيح إذ قد جاء رئيس كهنة للخيرات المستقبلة فبمسكن أعظم وأكمل غير مصنوع بأيد أي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة يرش على المنجسين فيقدسهم لتطهير الجسد فكم بالأحرى دم المسيح الذي بالروح الأزلي قرب نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من الأعمال الميتة لتعبدوا الله الحي يا إخوة قبل أن يأتي الإيمان كنا محفوظين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان الذي كان مزمعا إعلانه فالناموس إذن كان مؤدبا لنا يرشدنا إلى المسيح لكي نبرر بالإيمان فبعد أن جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب لأن جميعكم أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح لأنكم أنتم كلكم الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعكم واحد في المسيح يسوع فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وورثة بحسب الموعد وأقول إن الوارث ما دام طفلاً فلا فرق بينه وبين العبد مع كونه مالكا للجميع لكنه تحت أيد الأوصياء والوكلاء إلى الوقت الذي أجله الآب هكذا نحن أيضا حين كنا أطفالا كنا متعبدين تحت أركان العالم فلما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس يبتدي الذين تحت الناموس لننال التبني سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب هللويا هللويا حكمة فلنستقم ونسمع الإنجيل المقدس السلام لجميعكم لروحك أيضا فصل شريف من بشارة القديس مرقس البشير مجد لك يا رب المجد لك
نصغي. في ذلك الزمان أخذ يسوع تلاميذه الاثني عشر وابتدأ يقول لهم ما سيحدث له. هوذا نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن البشر سيسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فدنا إليه يعقوب ويوحنا ابن زبد قائلين يا معلم نريد أن تصنع لنا مهما طلبنا. فقال لهما ماذا تريدان أن أصنع لكما؟ قال له أعطنا أن نجلس أحدنا عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع إنكما لا تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له نستطيع. فقال لهما يسوع أما الكأس التي أشربها فستشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها فتصطبغان، وأما جلوسكما عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. فلما سمع العشرة ابتدأوا يغضبون على يعقوب ويوحنا. فدعاهم يسوع وقال لهم قد علمتم أن الذين يحسبونهم رؤساء الأمم يسودونهم وعظماؤهم يتسلطون عليهم، وأما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، ولكن من أراد أن يكون فيكم كبيرا فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن للجميع عبدا. فإن ابن البشر لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فداء عن كثيرين. قل كلنا من كل نفوسنا ومن كل نياتنا لنقول ليسن كريا ليسن أيها الرب الضابط الكل لها بينا نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. ليسن كريا ليسن وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس
وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس وكل إخوتنا في المسيح. كيريا ليسون. أيها الرب إلهنا، تقبل من عبيدك هذا التضرع الابتهالي، ارحمنا بحسب كثرة رحمتك، أسبغ رأفاتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية، لأنك إله رحيم محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. صلوا أيها الموعوظون للرب، أيها المؤمنون من أجل الموعوظين لنطلب لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن لهم بشارة البر ويجعلهم متحدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية. خلص وارحم واعضد واحفظهم يا الله بنعمته. يا رب ارحم. أيها الموعوظون احنوا رؤوسكم للرب. لك يا رب. أيها الرب إلهنا الساكن في السماوات والمطلع على كل أعمالك، انظر إلى عبيدك الموعوظين الذين احنوا أعناقهم أمامك، وامنحهم النير الخفيف، اجعلهم أعضاء كريمة لكنيستك المقدسة، وأهلهم لحميم إعادة الولادة ولغفران الخطايا ولسرباء عدم البلا، حتى يعرفوك يا إلهنا الحق، لكي يمجدوهم أيضا معنا اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال، أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. يا كل الموعوظين اخرجوا، أيها الموعوظون اخرجوا، يا كل الموعوظين اخرجوا، لا يبقى أحد من الموعوظين، يا كل المؤمنين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أنت يا رب أريتنا سر الخلاص هذا العظيم، أنت أهلتنا نحن عبيدك الأذلاء غير المستحقين أن نصير خداماً لمذبحك المقدس، فاجعلنا بقوة روحك القدوس كفءاً لهذه الخدمة، حتى نقف غير مدينين أمام مذبحك المقدس فنقدم لك ذبيحة التسبيح، لأنك أنت الفاعل كل شيء في الكل، وامنحنا أن تكون ذبيحتنا مرضية حسنة القبول لديك عن خطايانا وعن جهلات الشعب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أيها الإله، يا من افتقد ذيعتنا بالرحمة والرأفات وأقامنا نحن عبيده الخطأ الأذلاء غير المستحقين أمام مجده المقدس لنخدم مذبحه المقدس، أنت أيدنا بقوة روحك القدوس في هذه الخدمة، وامنحنا كلاما لدى فتح أفواهنا لنستدعي نعمة روحك القدوس على القرابين المزمعة أن تقدم. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد، يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد، يا الله اغفر لي أنا الخاطي والحمد. إلى الرب نطلب يا رب ارحمنا، ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك ويدعوك ويهنيك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك المحبة للبشر التي لا توصف ولا تحدد، صرت إنسانا بلا استحالة ولا تدين.
اصرف وجهك عني ولا تردني من بين الناس، لكن أهلني لأتقدم هذه القرابين على يدي. أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والقادر والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد وعبيك الذي لا بدء له بالمحرقات.
فذبيحا لله ومن صح قلبه وخشيا لا يرضو لك المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسي ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المجمع المقدس مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات أخانا المتروبوليت فينيديكتوس إخوتي وشركائي في الخدمة الإرشمادريت فينيديكتوس والشماس سوفرونيوس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة والذين تغيبوا عنا لأسباب مرضية لدى الرب مع جميع الذين يتابعوننا والذين يصلون معنا والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم مع جميع الذين في الضيقات والأمراض والأحزان والشدائد الذين في الأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والأوبئة والكوارث والذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين اذكرني يا أخي وشريكي في الخدمة رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا البطريرك ثيودوروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين ورئيس الأساقفة سيلفستروس الإرشمندريت ثيوذوسيوس سيرافيم وأونوفريوس والكهنة بطرس موسى صابا ميخائيل بشارس بيريدون جورجو ناصر وفيكتور
سالم وسوالم وعبد الله وأيوب وحنا وإبراهيم وجيرياس جيرياس بطرس يعقوب إلياس أديب جورج صابة صابة ميخائيل وميخائيل ونيكولا وفيكتور وسبير وجميع الكهنة السالف رقادهم الذين خدموا في جميع أديرة وكنائس المملكة مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين مع أمة الله ريتا والذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين كهنوتك وشموسيتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين ويفسيمون يوسيف التوكسيوس كهرون تأخرى دوسو صومة مراتب الملائكة بحال غير القدس منظور كهنوتك وشموسيتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين كرم الموضوع إلى الرب نطلب يا رب رحم من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل استجيب يا رب ملك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسال غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسال استجيب يا الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل استجب يا رب أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل استجب يا رب أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي
وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. أيها الرب إلهنا، يا من خلقتنا وأتيت بنا إلى هذه الحياة وأريتنا طرقا للخلاص ووهبتنا إعلان أسرار سماوية، أنت الذي جعلتنا في هذه الخدمة بقوة روحك القدوس، فارتضي إذن يا رب أن نصير خداما لعهدك الجديد نخدم أسرارك المقدسة، واقبلنا بحسب كثرة رحمتك لدى اقترابنا من مذبحك المقدس لنصير أهلا لأن نقدم لك هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وجهلات الشعب، حتى إذا تقبلتها على مذبحك السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب زكية ترسل لنا عوضها نعمة روحك القدوس. اطلع علينا يا الله وانظر إلى عبادتنا هذه وتقبلها كما تقبلت قرابين هابيل وذبائح نوح ومحرقات إبراهيم وخدم موسى وهارون الكهنوتية وتقديمات صموئيل السلامية، وكما تقبلت من رسلك القديسين هذه العبادة الحقيقية كذلك تقبل بفرض صلاحك يا رب من أيدينا أيضا نحن الخطأ هذه القرابين، حتى إذا استحققنا أن نخدم مذبحك المقدس غير ملومين ننال أجرة الوكلاء الأمناء الحكماء في يوم مجازاتك العادلة الرهيبة. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر آب وابن وروح قدس ثلث متساوي في الجوهر وغير الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآف الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن يسجد لهم مجد، الناطق بالأنبياء، بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. لنقف حسنا، لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلامة ذبيحة التسبيح.
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدوس لتكن مع جميعكم. روحك. لنرفع قلوبنا فوق. يا لنا عند الرب. لنشكر الرب. إنه لحق وعدل ولائق في الحقيقة بعظمة جلال قدسك أيها الكائن السيد الرب الإله الآب الضابط الكل المجود له أن نسبحك ونمدحك ونباركك ونجد لك ونشكرك ونمجدك يا من أنت وحدك الإله الحقيقي وأن نقدم لك بقلب منصحك وروح متضعة عبادتنا هذه الناطقة لأنك أنت منحتنا معرفة حقك ومن هو كفء لأن ينطق بجبروتك ويجعل كل تسبيحك مسموعة أو يخبر بجميع عجائبك في كل حين يا سيد الكل رب السماء والأرض وكل الخليقة المنظورة وغير المنظورة الجالس على عرش المجد والناظر الأعماق الذي لا بدء له غير المنظور غير الموصوف غير المدرك غير المستحيل أبا ربنا يسوع المسيح الإله العظيم والمخلص رجاؤنا الذي هو صورة صلاحك وختم مساو لك في الرسم موضح في ذاته إياك أيها الآب وهو الكلمة الحية والإله الحقيقي والحكمة التي قبل الدهور والحياة والتقديس والقدرة والنور الحقيقي الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق وموهبة التبني وعربون الميراث المستقبل وبكورة الخيرات الأبدية والقوة المحية وينبوع التقديس الذي منه تتأيد كل خليقة ناطقة وعقلية فتعبدك وترفع لك التمجيد السرمدي لأن كل البرايا عبيدك فإنه إياك تسبح الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش وربويات والرئاسات والسلاطين والقوات والشروبيم الكثيرين العيون ولديك ماثلون السرافيم محتفين حولك لكل واحد منهم ستة أجنحة يحجب بجناحين وجهه وبجناحين رجلي وبجناحين يطير ويصرخون أحدهم نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجيد لا تفتر وبتسبيح الظفر مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب الصباوت ملآنة السماء والأرض من مجدك وصانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب وصانا في الأعالي إن نهتف نحن الخطأ أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت حقا وكلي القداسة ولا قياس لجلال قدسك وبار أنت في كل أعمالك لأنك بعدل وحكم حق جلبت علينا كل ما جلبت فإنك أيها الإله لما جبلت الإنسان بأخذك تراب من الأرض أكرمته بصورتك ووضعته في فردوس النعيم ووعدته بحياة خالدة وبتمتع في خيرات أبدية إذ حفظ وصياك لكنه لما عصاك أيها الإله الحق خالقه وانقاد إلى غواية الحية فأميت بزلاته نفيته بحكمك العادل من الفردوس إلى هذا العالم يا الله وأعدته إلى الأرض التي أخذ منها مدبرا له الخلاص بإعادة الولادة بمسيحك نفسه فإنك لم تمقد جبلتك التي صنعتها أيها الصالح مقتا نهائيا ولا نسيت عمل يديك بل افتقدته على طرائق كثيرة بتحنن رحمتك فأرسلت الأنبياء
وصنعت قوات على أيدي قديسيك الذين أرضوك في كل جيل، وكلمتنا بأفواه عبيدك الأنبياء فسبقت وأخبرتنا بالخلاص المستقبل، وأعطيتنا ناموسا يعيننا، وأقمت ملائكة تحرسنا. ولما حان كمال الأوقات كلمتنا بابنك نفسه الذي به صنعت الظهور، والذي هو شعاع مجدك وصورة أكنومك وحامل الكل بكلمة قدرته. فلذلك لم يعتد مساواته لك أيها الإله الآب اختطافا، ومع كونه إلها أزليا ظهر على الأرض وخالط الناس، وبتجسده من العذراء القديسة أخلى ذاته آخذا صورة عبد، وصار مساويا لنا في هيئة جسدنا الوضيع لكي يجعلنا مساوين له في صورة مجده. فإنه لما كان بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة دخل الموت، ارتضى ابنك الوحيد الكائن في أحضانك أيها الإله الآب أن يولد من امرأة هي والدة الإله القديسة الدائمة البتولية مريم، ويصير تحت الناموس فيقضي على الخطيئة بجسده، حتى إن الذين يموتون بآدم يحيون بمسيحك. فتردد في هذا العالم وأعطانا أوامر للخلاص، وأبعدنا عن ضلالة الأوثان، وهكذا قدمنا إلى معرفتك أيها الآب الإله الحقيقي، مقتنيا إيانا لنفسه شعبا خاصا كهنوتا ملوكيا أمة مقدسة. وطهرنا بالماء وقدسنا بالروح القدس، وبذل نفسه فدية للموت الذي كان مستوليا علينا أرقاء تحت الخطيئة، وانحدر بالصليب إلى الجحيم ليمتلئ الكل منه، فحل أوجاع الموت وقام في اليوم الثالث، ففتح لكل ذي جسد طريق البعث من بين الأموات، إذ لم يكن ممكنا أن يضبط عنصر الحياة في البلا، فصار بكورة الراقدين وبكرا من بين الأموات، لكي يكون هو الكل متقدم في كل الأشياء، وصعد إلى السماوات فجلس عن يمين جلالك في العلا، وهو سيأتي ليجازي كل واحد بحسب أعماله. وقد ترك لنا تذكارات ألامه الخلاصية التي نحن واضعوها الآن أمامك اتباعا لوصياه، فإنه في الليلة التي أسلم فيها ذاته فدية عن حياة العالم، فيما كان مزمعا أن يخرج ماضيا إلى موته الطوعي المجيد المحيي، أخذ خبزا في يديه الطاهرتين المقدستين ورفعه إليك أيها الآب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك أخذ الكأس من نتاج الكرمة ومزج وشكر وبارك وقدس، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. هذا اصنعوه لذكري، فإنكم كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي. فإذ نحن متذكرون أيها السيد ألامه الخلاصية، صلبه المحيي ودفنه الثلاثي الأيام، وقيامته من بين الأموات، وصعوده إلى السماوات، وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب، ومجيئه الثاني المجيد الرهيب، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. لأجل هذا أيها السيد الكلي قدسه نجسر نحن أيضا عبيدك الخطأ غير المستحقين، الذين أهلنا لخدمة مذبحك المقدس لا بالنظر إلى برنا
لأننا لم نصنع شيئا صالحا على الأرض، بل بمجرد مراحمك ورأفاتك التي أفضتها علينا بسخاء، وندنو من مذبحك المقدس. وإذ وضعنا رسمي جسد ودم مسيحك المقدسين، نطلب إليك ونسألك يا قدوس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويباركها ويقدسها ويوضح. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. بارك يا سيد هذا الخبز المقدس. وأما هذا الخبز فجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. بارك يا سيد هذه الكأس المقدسة. وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. باركهما كليهما يا سيد. المهرق من أجل حياة العالم وخلاصه. آمين. 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 وأما نحن المشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة، فاجعلنا كلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدس واحد، ولا تجعل الاشتراك في جسد ودم مسيحك المقدسين لأحد منا لدينونة ولا لإدانته، بل اجعله لأن نجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، من الأجداد والآباء، رؤساء الآباء والأنبياء، الرسل والكرزة، المبشرين والشهداء، المعترفين والمعلمين والنساك، وروح كل صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام ولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. يا كان مبارك، يا كان أشكر يا رب، وإليك نطلب يا إله. وخاصة نجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة محافل الملائكة وأجناس البشر. أيتها الهيكل المتقدس والفردوس الناطر، فخر البتولية التي منها تجسد الإله المقدس الراقدين مع عبيدك الفضيل وإلهنا قبل الدهور، لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحب من السماوات. لذلك يا ممتلئة نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك وارحمهم حيث يشرق نور وجهك. أيضا نطلب منك يا رب أن تذكر كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية الممتدة من أطراف المسكونة إلى أطرافها، التي اقتنيتها بدم مسيحك الكريم ومنحها السلام، وثبت هذا الدير المقدس وهذه البطريركية والأبرشية والدير إلى منتهى الدهر. أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين لأجلهم والذين بواسطتهم قدمت، والأسباب التي قدموها لأجلها،
أذكر يا رب الذين يثمرون والذين يعملون في كنائسك المقدسة والذين يفتقدون المساكين، كافئهم بمواهبك الغنية السماوية وهبهم عوض الأرضيات السماويات وعوض الوقتيات الأبديات وعوض الفانيات البقيات. أذكر يا رب الذين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض، أذكر يا رب العائشين في البتولية والتقوى والنسك والسيرة الحميدة. أذكر يا رب ملوكنا المؤمنين الحسن العبادة الذين ارتضيت أن يملكوا على الأرض، كللهم بسلاح رضوانك بسلاح الحق وظلل على رؤوسهم في يوم القتال، ارفع يمينهم وأيد ملكهم واخضع لهم كل الأمم البربرية القاصدة الحروب، هبهم سلاما وطيتا لا يتزع، بث في قلوبهم الخير والصالح لكنيستك ولكل شعبك، لنقضي في ظل أمنهم عمرا مطمئنا هادئا على تمام حسن العبادة والتهذيب. أذكر يا رب كل رئاسة وسلطان وأخوتنا الذين في البلاط وكل المعسكر، احفظ الصالحين بصلاحك واصلح الأشرار بخيريتك. أذكر يا رب الشعب الواقف حولنا والذين يتبعوننا والذين يصلون معنا والمتخلفين عنا لأسباب مرضية لديك، وارحمهم وإيانا بحسب كثرة رحمتك، املأ خزائنهم من كل الخيرات، احفظ جيزاتهم في سلام ووفق ووئام، رب الأطفال ونمهم، هذب الأحداث، شدد الشيوخ، عز الصغير والنفوس، اجمع المتشتتين، رد الضالين وضمهم إلى كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية، اعتق المعذبين بالأرواح النجسة التي تعذبهم، رافق المسافرين في البر والبحر والجو، اعتني بالأرامل، اعضد اليتامى وانقذ الأسرى واشفي المرضى. اذكر اللهم الذين في المحاكم والمناجم والمنافي والعبودية المرة والضيقات والشدائد والأوبئة والكوارث المتنوعة وكل المفتقرين إلى تحننك العظيم، والذين يحبوننا والذين يبغضوننا والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم. أذكر أيها الرب إلهنا كل شعبك واسبغ على الجميع رحمتك الغنية، مانحا إياهم كل ما يطلبونه للخلاص. أما الذين لم نذكرهم نحن إما عن جهل بهم أو عن نسيان أو لكثرة الأسماء، فاذكرهم أنت يا الله العالم بسن وأسم كل إنسان والعارف كل إنسان من جوف أمه، فإنك أنت يا رب عون الذين لا عون لهم ورجاء البائسين واليائسين ومنقذ المكابدين أهوال الشتاء ومين المسافرين في البحر وطبيب المرضى. كن أنت الكل للكل، عالما بكل إنسان وبغيته وكل بيت وحاجته. نجي يا رب هذا الدير المقدس وهذه المدينة وكل المدن والقرى من الجوع والأوبئة والزلازل والغريق والحريق والسيف ومن غارات الغرباء والحروب الأهلية. أذكر يا رب جميع الأساقف المستقيمي الرأي القاطعين كلمة حقك باستقامة، أذكرني أنا أيضا غير المستحق بحسب كثرة رأفاتك، واغفر لي كل ذنوب الطوعية والكرهية، ولا تمنع بسبب خطاياي نعمة روحك القدوس عن هذه القرابين الموضوعة. أذكر يا رب الكهنة والخدام في المسيح وكل الطغمات الكهنوتية، ولا تخزي أحدا منا نحن المحيطين بمذبحك المقدس. افتقدنا يا رب خيريتك وتجلى لنا برأفتك الغنية، هبنا الأهوية معتدلة نافعة وجد علينا بأمطار معتدلة صالحة لخصب الأرض. بارك إكرير سنة خيريتك، كف شققات الكنائس واخمد تشامخ الأمم وإعجابهم، اقمع ثورات البدع سريعا بقوة روحك القدوس، اقبلنا جميعا في ملكوتك جاعلا إيانا أبناء للنور أبناء للنهار. هبنا سلامك ومحبتك أيها الرب إلهنا، فإنك قد منحتنا كل شيء. عظيم هو اسم الثالوث القدوس سيدها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا، عظيم هو اسم الثالوث القدوس سيدها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا، عظيم هو اسم الثالوث القدوس أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. الذين قدموها والذين قدمت لأجلهم، أذكر يا رب عبيدك من أجل الصحة والسلامة والعافية والخلاص. أذكر يا رب أولا أبانا وبطريركنا ثيوفيلوس
هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. اذكر يا رب أول نابانا ورئيس كهنتنا خريستوفروس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامة. آمين. جميعهم وجميعهن. وأعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ومع روحك أعطاك المسيح رب الهبات أن تصنع حتى بعد موتك المعجزات، فمن بقاياك نستمد نعمك شريفا في الحياة مجيدا في الممات. احفظ يا أبانا نكتاريوس ديرك الشريف مستظل بنعمتك، إياك يعلي وإليك يصلي فديرك ظليل بنور نصرتك. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب. من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقل المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا عوض النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. يا رب اعوض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل. استجب يا رب. ملك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. غفران خطايانا والصفحة عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. واهلنا أيها السيد لأن نشر بدالة على ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي، ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا
كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحني رؤوسنا للرب يا رب. أيها السيد الرب أبو الرأفات وإله كل تعزية، بارك الذين أحن لك رؤوسهم، قدسهم واحرسهم وحصنهم وقوهم، ابعدهم عن كل عمل شرير ودمهم إلى كل عمل صالح، واجعلهم مستحقين للاشتراك في أسرارك هذه الطاهرة المحية بلا دينونة لغفران الخطايا ولشركة الروح القدس. بنعمتي ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصالح المحيي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلوم لتقديسنا. أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور، أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فلنصغي المقدسات للقديس قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الآب. آمين. أيها الرب يسوع المسيح، حكمة الله وسلامه وقوته، يا من أنت وحدك نقيا وعادم الفناء، يا من لأجل حنون محبتك للبشر التي لا توصف، التي ولدتك ولادة تفوق الطبيعة بحلول الروح الإلهي ومسارة الآب الأزلي، يا من بحسب البشر التي أخذتها ارتضيت الألام المحية الخلاصية الصليب والمسامير والحربة والموت، أمت أهواء جسد المفسدة للنفس، يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم، ادفن بالأفكار الصالحة مشورات رديئة وشتت عني أرواح الخباثة، يا من بقيامتك المحية ذات ثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط، أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضعا لي وجوه التوبة، يا من بصعودك المجيد ألهت البشرة التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب، أهلني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن، يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة، أوضحني إناء لوروده، يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكونة بالإنصاف، ارتضي يا صانعي وجابلي بأني وأنا أيضا أستقبلك في السحب مع كل قديسيك لكي بغير فتور أمجدك وأسبحك مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكل قدس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها المسيح تغاضى واترك واصفح لي عن ذنوبي كلها التي أخطأتها إليك، إن كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر، طوعيا أو كرهيا، بمعرفة أو بغير معرفة، فاعف واغفر واصفح لي عنها كلها بما أنك الصالح والمحب البشر، وبشفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك من الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله، يا من برر العشار ورحم الكنعانية وفتح لللص أبواب الفردوس، افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزاني والنازفة الدم، لأن أما هذه فبلمس هدبة ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها،
وأما أنا الذي يرثى لي فابتجاسري على أن أقبل جسدك بجملة لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور، آمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم. وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، وهذا هو دمك الكريم بعينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية، آمين. أنا ذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. قبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص يعترف لك هاتفا: اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس، متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بحشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك، لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح في بهاي قدسي، كيف أدخل وأنا غير المستحق. فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتي والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله، وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. قبلني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك، ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص يعترف لك هاتفا: اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس، متى أتيت في ملكوتك. ونيكيفوروس وإفرام وجميع قديسيك. هللويا. آمين. في عشائك سري ابن الله،
إلهنا، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص يعترف لك هاتفا. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرنا يا قدوس. متى أتيت في ملكوتك؟ إن هذه قد لمست شفتاكم فتطهر خطاياكم وتمحو أثامكم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوات. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. تبارك الله إلهنا. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحاتك يا رب، لكي نسبح مجدك، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك، لهجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. إذ قد تناولنا أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائة السماوية المحية الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا لائس بعد سؤالنا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. نشكرك أيها الرب إلهنا على تناول أسرارك المقدسة الطاهرة السماوية غير المائتة التي منحتنا إياها إحسانا وتقديسا وشفاء لنفوسنا وأجسادنا. فأنت يا سيد الكل، هب أن تكون لنا شركة جسد ودم مسيحك المقدسين لإيمان غير خازن ولمحبة بلا رياء وللامتلاء من الحكمة ولشفاء النفس والجسد ولطرد كل مضاد وللعمل بوصياك ولجواب مقبول لدى منبر مسيحك المرهوب. لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسم الرب بارك أيها السيد القديس. يا رب يا رب، يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتوكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك. أنت شرفهم عوضا عن ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة، لملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. فإياك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ليكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكون اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. ليكون اسم الرب مباركا وامتلأنا من حياتك الذي لا ينفذ، فارتضي أن نستحق كلنا في الدهر الآتي أيضا بنعمة أبيك الذي لا بدء له وروحك القدوس الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. إلى الرب نطلب. يا ليسان بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية
ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان إلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. بسم الرب بارك يا سيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، بقوة الصليب الكريم المحيي، بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتدرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم الاثني عشر والسبعين، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديس نكتاريوس شفيع هذا الدير المقدس، وأمنا والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، والقديس العظيم في الشهداء كريستوفوروس، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين عدم الفضة وشافي المرضى كوزما وذميانوس كيروس ويوحنا بندلائيمون وإرمولاو، والقديس نيكيفوروس الأبرس وإفرام، والقديس خارالمبوس، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإله يواكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير رئيس ساقفة قيصرية الكابادوك المظهر الأمور الإلهية الذي أقمنا خدمة قداس الإلهي، وتذكار أمنا البارة مريم المصرية وجميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك الإله الصالح والمحب البشر. بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. بصلوات سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم جميع أيام حياتكم وسنيكم أبنائي عديدة ومباركة وبالقداسة. أبنائي كل سنة وانتم سالمين.